هل يجوز للزوج أن يرضع من زوجته؟ وماذا يحدث له إذا فعل ذلك؟ ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل50,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق؟ أما الآن هيا بنا لننطلق. الزواج هو سترة للإنسان وعفة له من الذنوب والمعاصي، وهو أيضا تكميلا لنصف الدين، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزواج هو نصف الدين. فالسعادة هي أن تجد امرأة صالحة وأن تستوصي بها أنت خيرا، وأن تحسن إليها، وأن تعاشرها بالمعروف، فتشعر بأنك ملكت الدنيا وما فيها من حب وسعادة. فليس السعادة في أن تتزوج فقط، ولا خير إمتاع الدنيا في الزواج فقط، وإنما خير إمتاع الدنيا الزوجة الصالحة التي تعيش معك وترضى بكل ما كتبه الله لك من معيشة مادية وعملية أيضا، وأن تساعدك على جميع ظروفك الذي تمر بها، فتكون معك في السراء والضراء ليس في السراء فقط، ثم تتركك في الضراء. هذه هي الزوجة الصالحة. فقد شرع الله لك عز وجل بعد الزواج أن تستمتع بزوجتك كما تشاء، ولم يحرم عليك سبحانه وتعالى إلا الإيلاج في الدبر، وحرم أيضا الجماع في الحيض والنفاس. هذين الحالتين فقط هما الذي حرمهما الله تعالى فعله الزوج مع زوجته، بخلاف هذا فجميع الأمور محللة لك ولزوجتك. فهناك أزواجا يقومون بالرضاعة من ثدي الزوجة، وفي عهد الصحابة الكرام قام أحد الصحابة في ملاعبة ومداعبة زوجته فرضع ثديها، وجاءه شيئا من الحليب، فاستذكى هذا الصحابي ابن موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال له: تحرمت عليك. ثم ذهب هذا الرجل نفسه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: لا شيء عليك ولا تحرم عليك، فلا رضاعة إلا في الحولين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة في الحولين. والله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أي أن الرضاعة المحرمة لها سن معين، وهي السن الذي يتكون فيه الإنسان وينبت اللحم ويشتد العظم في أول سنتين، وبعد ذلك العبرة بالرضاعة. فقال أبي موسى الأشعري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، فهو من علماء الأمة. فالرجل إن رضع من زوجته وهذا من وسائل الاستمتاع المشروعة ولا حرج فيها. قال ابن باز رحمه الله أنه لا حرج أن يرضع الزوج من ثدي زوجته ولا يضره ذلك، ولو مص لبا من ثديها لا يضره، فإن الرضاعة للطفل الكبير لا يؤثر شيء، وذلك عند جمهور أهل العلم، ولكن ترك لبن الزوج الذي ينزل من ثديها لأمر أولى إن كانت ترضع طفلا، فيترك الزوج اللبن لرضيعها، ويجوز إن قام الزوج بمص لبن الزوجة من ثديها من باب المزاح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة فلا يضر ذلك. وقضت دار الإفتاء المصرية في هذا الأمر بأنها أفتت إذا رضع الزوج من ثدي زوجته لم تحرم عليه ولا تصير أمه، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولكن يحرم على الزوج أن يأخذ الحليب من ثدي زوجته الذي هو غذاء لطفله، ولا يجوز للمرأة أن تمكنه من ذلك لحرمة الانتفاع من غير ضرورة وخشية على طفلها من الجوع. وقد أجمع الفقهاء الأربعة بأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالله عز وجل يعلم أن بعض الأزواج قد يفعلون هذا الأمر، لذلك جعل زوجته لم تحرم عليه. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا. نساء لا يدخلن الجنة حتى ولو كانوا يصلوا كل فرض، إذا كنت امرأة فاحذري أن تكوني منهم، وإذا كنت رجلا احذر أن تتزوج منها، وحتى إن كانت زوجتك فاهدها أو اتركها.
ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل50,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو جديد من قناة هل تصدق. والآن هيا بنا لننطلق. حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النساء من بعض الأعمال التي تنطوي على مخالفات شرعية، لأن الوقوع فيها هو من أسباب سخط الله عليهن وعدم دخولهن الجنة. وفي هذه السطور نرصد 10 أنواع من النساء لا يدخلن الجنة بسبب تلك الأعمال التي تنطوي على معصية الخالق وعدم الالتزام بشرعه، وبالتالي تمثل ذنوبا عظيمة. الوشم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات المغيرات لخلق الله. رواه البخاري. الواشمة هي من تصنع الوشم وترسمه على الأجساد، والمستوشمة هي من تشتري الوشم لجسدها. والمقصود بالوشم هو الوشم الذي يصنع بغرز الإبر. ثانيا النمص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. النمص هو نتف الحاجبين عند النساء، والنامصة هي من تقوم بهذه الصنعة، والمتنمصة هي التي يتم نتف حاجبها. التفلج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات. والمقصود بالتفلج هنا هو برد ما بين الأسنان، الثنايا. المرأة المغضوب عليها من زوجها. غضب الزوج على زوجته هو سبب في عدم قبول صلاتها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى الله حسنة: السكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها، والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه. المتشبهات بالرجال. وما أكثرهن هذه الأيام، حيث أننا نرى بعض الفتيات والنساء يقصن شعورهن ويقصرهن، وهذا تشبه بالرجال. وكذلك بعضهن يرتدين ملابس تشبه ملابس الرجال كالبناطيل الضيقة والقمصان، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من الرجال. المتبرجة. التبرج وما أكثره في زماننا هذا من فساد في الملابس وانتشار الموضة التي تعمل على إظهار مفاتن المرأة، وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.